أنا رجل سياسي، أنا في البرلمان من 96 وأنا في العمل السياسي من يوم أنا يعني صغير في السن يعني، وبالتالي تقييمي للمواضيع تختلف، تقييمي للمواضيع وتقييمي للموقف السياسي يختلف عن الآخرين يعني. لذلك أنا أعتقد أن يضع الإنسان له بصمة تاريخية في تحمل المسؤولية السياسية باستقالة مسببة سيذكرها كل من سيدرس الدستور الكويتي في المستقبل.